فاتنة الجمال، جوهرة أرخبيل سقطرى الخلابة، فهي تشكل منذ القدم وجهة للزائري محافظة سقطرى، وتعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية الكونية، محمية ديكسم الطبيعية، حيث الطبيعة الأخاذة والأجواء الرائعة تتفرد بمناظر خلابة شديدة الإخضرار في صورة استثنائية تجبر من يراها على حفظها في ذاكرته وذكرياته. تقع محمية ديكسم وسط جزيرة أرخبيل سقطرى على ارتفاع أكثر من 900 متر من سطح البحر، وتتميز بطقس فريد يبقى على الدوام معتدلاً، ففي الصيف والذي ترتفع فيه درجات الحرارة في المناطق الأخرى يظل الجو معتدلاً، مما جعله حافزاً لعدد من السكان للإقامة في هذه المحميات وسط الطبيعة المذهلة. تغلب الطبيعة الجبلية على محمية ديكسم، حيث يذيب الهواء العذب والعليل أوراقها الريشية الخضراء، فتجد الجو فيها بارداً نسبياً مقارنة بجو الجزيرة الدافئ. سحر ليس بمقدور القادم إليها أن يتخلص منه، فبين الحضارة والطبيعة الخلابة تمثل ديكسم موطناً للشجرة الأبرز في جزيرة سقطرى التي أضحت علامتها البارزة، وهي شجرة دم الأخوين ومنتجع الطيور والنباتات البرية، كما تحتوي على عدد من الحيوانات غير المفترسة. طبيعة ساحرة لم تستطع أيادي البشر أن تفسد روعتها، فعلى الرغم مما تعانيه من إهمال إلا أنها لا تزال عذراء اليمن الفاتنة.